جمهور فلوس الاسبوع الماضي خلى فما رداء على سياره رئيس النادي عبد السلام اليونسي. ممكن كاني فما رساله انها مش راضي على العمل نتاع الهيئه نتاع نتاع عبد السلام اليونسي. انا قلت لك الظرف راهو صعيب ياسر، الظرف راهو صعيب ياسر، ولا موك دو كومونيكاسيون يخلي راك باش توصل لوضعيتك هيك. حتى انت تعمل لي زيفور الكل وتعمل المجهودات الكل باش توصل راك في وقت من الاوقات باش الجمهور مش راضي. يا اخي فما شكون باش يرضى للنادي الافريقي توصل للوضعيه هذيك؟ حد راهو ما يرضى. هل صحيح اثر غضب اليونس اللي صار وقاعد يحضر في رابور في توصيه وفما نيه نتاع كلام حتى على الاستقاله؟ لا انا ما عنديش فكره على الاستقاله هذه اول حاجه. باهي باش نقول لك انا اثار الغضب، معناها تصور انت تلقى كرهبتك مكتوب عليها ولا واحد وكرهبت مرتك، سي نورمال انت باش تحس بريتو. معناها انت تقول انت جاي تخدم مطوارك، انت جاي تخدم مطوارك رئيس نادي في النادي الافريقي، معناها تتحس احساس بشري راه عادي، احساس بشري. وبالنسبه للرابور فينونسير وقاعد يحضر من قبل، ماهوش من توه، معناها قاعد يحضر ويلي فيناليزي نورمالمون 70%. فما جلسة عامة في الأفق بتصير؟ الجلسة العامة ما نجمش يجاوبك عليها إذا وقع التكليفي، معناها إجرائيا على جلسة عامة ولا فتح باب انخراطات ولا ما دام فما رابور فينونسي قاعد يتخدم. لو رابور فينونسي لازم يحضر وبجلسة عامة ولا من غير جلسة عامة، لو رابور فينونسي نتاع النادي لازم يحضر باش نعرفوا رواحنا احنا، معناها حتى باش تعرف روح الهيئة المديرة ولا احنا الناس كل معناها المتداخلين ولا وظيفيا لازم يحضر باش تعرف روحك كون ماشي، تعرف روحك قداش صرفت وقداش دخلت وهذا شو صرف وهذاك شو صرف، مداخيلك معناها قداش، تعرف تعهداتك قداش، معناها هذاك راهو البروسيسيوس نورمال وهذاك العيشه العاديه نتاع اي جمعيه ولا اي مؤسسه اقتصاديه. احنا راهو النادي الافريقي، معناها عباد تقول لك جمعيه، من النادي الافريقي راهي ماهيش جمعيه، راهو عباره كانك تحكي على مجمع، كانك تحكي على مجمع نتاع مؤسسات. فهمت. معناها لحظه من اللحظات انا قاعد نخزر ساعات نقول لازم بينون كونسوليدي هذا نادي كيما النادي الافريقي، لازم مع قانون الجمعيات، اصلا قانون الجمعيات ما نجمش معناها يكون معناها في الوضع هذا متلائم مع النادي الافريقي.